الآن سوف ننتقل إلى مداخلة الأستاذ الدكتور حسين زناتي عن أهمية العمل التطوعي خلال الأزمات والكوارث. مؤسسات المجتمع المدني الياباني نموذجا. الدكتور حسين زناتي هو باحث بمعهد الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لجامعة تشيكو اليابانية، وهو مستشار تعليمي بمعهد مينيت التعليمي باليابان، معلم خبير ومدرب طرق تدريس باليابان، حاصل على وسام العمل المجتمعي من المؤسسة الوطنية لجائزة الدولة التشجيعية باليابان لهذا العام، حاصل على جائزة الباحث المثالي من جامعة كيتامي اليابانية، حاصل على أفضل مشروع تعليمي من مؤتمر اليونسكو باليابان، مؤسس أكاديمية أصحاب في السلام والإنسانية في التعليم باليابان، وهو مشرف مشترك في برنامج البيئة العالمي بجامعة تشيكو اليابانية، محاضر بمؤتمرات التنمية البشرية للمعلمين الأجانب في اليابان، وهو المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وهو المدير التنفيذي أيضا لمؤسسة أوسيدا للتنمية المستدامة باليابان. فليتفضل. مشكورا. نصف ساعة أستاذ الدكتور حسين، بارك الله فيكم، تفضل. ألو، السلام عليكم. سامعينك دكتور. تفضل دكتور، صوت مسموع. دكتور عم بعطيك صلاحية الانميوت، لو تعمل انميوت. دكتور حسين عم بعطيك الانميوت، بس لو تقبل. تسمعني دكتور؟ لو تسمعني ممكن تأشر لي فقط من الفيديو. تمام، أنا بعمل لك أن ميوت، الرجاء القبول حتى تستطيع التكلم. أوكي، كده تمام؟ ممتاز، تمام كده؟ ممتاز. أنا آسف. السلام عليكم جميعا، أنا طبعا سعيد جدا بمشاركتكم في المخيم إعداد الرائد المجتمعي، وسعدت أكثر جدا جدا بمشاركة خبراء في العمل التطوعي والعمل المجتمعي. هبدأ بس دلوقتي مع ثواني. أوكي، أنا كنت المفروض بس لو حضرتكم تقدروا تحملوا البرنامج زبار، ده برنامج فري فري فور تشارج، يعني مش مجاني، وممكن البرنامج ده عشان نعمل هيبقى فيه تجربة في نهاية اللقاء نستفيد منها كلنا إن شاء الله. النهاردة اسمحوا لي أكلمكم على حاجة، يعني طبعا أنا السادة المحاضرين اللي تفضلوا قبلية كان الدكتور شوقي و سيدة الأستاذ الدكتور فادي، أو بمعنى صح القائد فادي، لأن أنا برضو بشتغل في العمل التطوعي والعمل الكشفي في اليابان. تقدموا طبعا بقدموا بعض من الملامح المهمة جدا جدا في العمل التطوعي، ومحاضرة شيقة جدا جدا جدا. النهاردة اسمحوا لي هتكلم على حاجة ممكن تفيد الجميع، وخاصة اللي بيشتغلوا في العمل التطوعي التعليمي. أنا النهاردة بقدر الإمكان في عجالة كده أحاول اديكم إيه يعني ماذا اكتسبته من المجتمع التطوعي الياباني، وكيفيه استغلال ما اكتسبته في بعض من المشاريع التطوعيه اللي هي نالت اعجاب المجتمع الياباني،
ولها دلوقتي تأسيس في بعض من المدارس اليابانية وفي المراكز اليابانية. النهاردة أتكلم على ما هو الطريق للآراء المجتمعي وما هو دور مؤسسات العمل المدني الياباني. وفي الجزئية الثالثة دي يمكن أصدقائنا حبيبنا في مصر يعرفوا كلمة ألف سلامة، هنشرحها بس دي في يعني المجتمع الياباني بيستعملها إزاي، ودي مهمة جدا في العمل التطوعي. وبعد كده هنتكلم على إزاي ممكن نستغل مخازن المخيم الراقي ونعمل عملية تأخي ونعمل عملية تعاون دولي مع بعض من الأنشطة الموجودة في العمل التطوعي في اليابان. خبرتي في اليابان، أنا دلوقتي يمكن 23 سنة في اليابان. الحاجة الأهم حاجة يعني خرجت منها في العمل التطوعي بالنسبة لليابانيين إن العمل التطوعي ده جزء كبير جدا من بناء شخصية الرائد المجتمعي المتميز. الصورة اللي هنشوفينها قدامنا دي كان في زلزال 1992، زلزال اللي حصل في القاهرة أو حصل في مصر بالتحديد. وأنا بكوني عضو في جمعية الهلال الأحمر المصري من سنة 1990، وكان ليا برضو شراكات مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في أسبانيا وفي ألمانيا. لقيت إن العمل التطوعي بعد ما جيت اليابان هنا كان أول حاجة سألوها لي في المجتمع الياباني، هل أنت عندك خلفية في العمل التطوعي؟ يعني قبل ما عملت أي حاجة في أي شغل كان هو أول سؤال لي، هل أنت ليك خلفية في العمل التطوعي؟ فطبعاً أنا كنت كشاف يعني قائد كشفي في مصر والعمل التطوعي في الهلال الأحمر المصري، فكان في عملية ارتياح نفسي من المجتمع الياباني لتقبلي أثناء العمل أول ما جيت اليابان. الحاجة الثانية اللي أنا استفدت منها فعلاً الدروس المستفادة في المعايشة مع المجتمع الياباني، إن العمل التطوعي يعتبر من أهم الوسائل المتبعة للنهوض بمكانة المجتمع. ده شيء عام جداً شائع جداً ما بين المجتمع الياباني، سواء في بداية من التعليم في المدارس التعليم الأساسي إلى ما بعد الجامعة. في حاجة نقطة تانية برضو، إن المجتمع بيساهم في تعزيز الكيان البلد نفسها عن طريق النشاطات التطوعية الفردية والثنائية والنشاطات الجماعية، وهتكلم على الأمثلة دي إن شاء الله في حوار بعد كده. المجتمعات المتعاونة أو اللي هي لها تأثير واضح جداً في المجتمع الياباني بيكون لها يعني التأثير بتاعها بيوصل البلد نفسها إلى تطور، يعني تطور في التعليم وتطوير في التكنولوجيا، وده برضو هنشوف له مثال برضو موجود معنا. الدرس اللي أنا برضو استفدت منه من خلال العمل التطوعي في اليابان إن ممكن أي شخصية في المجتمع الياباني يكون لها دور كبير جداً ولا مفيش أي اختلاف ما بين الفئات. يعني مثلاً المثال اللي هنشوفه قدامنا دي عبارة عن اللعبة التقليدية الموجودة في أو المارشال آرتس أو الدفاع عن النفس باستخدام السيف الياباني. أنا عضو في الاتحاد وحصل على الحزام الأسود ودرجة معلم. المعلم بتاعي كان شغلته فلاح، يعني هو فلاح وكان بيعلمني أنا وبيعلم دكتور بيعلم برضو موظف، فمفيش يعني مفيش عملية اللي هي يعني توعية أو عملية تفرقة في المجتمع الياباني. عشان كده بيبقى كل واحد ليه دوره بيدي له مساحة من الحرية إن هو يعني ممكن يؤدي يفيد المجتمع. طيب إيه الحاجات دي يعني أو الطريق للرائد المجتمعي في من خلال الخبرات اليابانية؟ هنتكلم بقى لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا اللي هو العامل الأساسي في نجاح العمل التطوعي في اليابان والمؤسسات كلها هو التعليم. يعني التعليم الياباني دلوقتي يعتبر الركيزة المهمة جداً، لأنه بيعلم الطالب من بداية التعليم الأساسي إن هو الطفل ليه شخصية، بيديله بعض البرامج، بيحسسوه كمان في أعمال تخيرية كتير جداً بيعملها الطفل من سنة أولى ابتدائي، وهنتكلم عنها إن شاء الله في الحوار أثناء الجلسة. ثلاث حاجات عناصر مهمة جداً في التعليم الياباني اللي هو الصفات أو المهارات الأكاديمية أو السمات المميزة وفي الجسم السليم زي ما مكتوب موجود قدامكم. وفي حاجة برضو أحب أتكلم فيها إنه من سنة 1600 لسنة 1878 كان موجود في اليابان الكتاتيب اللي كانت عندنا في الفلاحين في مصر، يعني كان عندهم برضو زي الكتاتيب كده، الكتاب الطلبة بيروحوا في حاجة قريبة من المعبد كده يتعلموا الحاجات الخاصة بالعلوم الحياتية والعلوم اللي هي خاصة بعملية التطوع. هنتكلم في الفكر نفسه بتاع المتطوع الياباني، يعني فكره ازاي، يعني بيبقى دايما بيتعلم من النظام العمل الياباني. عندهم في حاجتين مهمين جدا اللي هم على الشمال، حاجة اسمها الكايزن
وده نموذج ياباني بيوضح تحسين يعني التحسين الحياة عامة في جميع الفئات. ولازم كل واحد ليه مسؤولية إنه يحافظ على الأداء ده لمدى الحياة، فده مسؤولية كلهم بيتحملوها سواء في أي 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 جهة، سواء كانت تطوعية أو جهة عادية. الحاجة الثانية اللي هي الاستمتاع من أجل الحياة، إن كل اليابانيين بيحاولوا بقدر الإمكان اللي هم يشاركوا مع بعض في عمل جماعي عشان يستمتعوا بالحياة، سواء كان في مجتمع صغير في الريف أو سواء كانت في مدينة كبيرة موجودة في اليابان. فالفكر عندهم محدد في ثلاث أفكار، اللي هو فكر عالميا منفذ محليا، بمعنى اللي أنت يعني أصدقائنا اللي هم دلوقتي هيشتغلوا على بعض المشاريع زي ما تفضلوا الأساتذة من امبارح والنهاردة تكلموا في عملية اللي انت لازم تطور وتبحث عن بعض من الأفكار اللي هي شغالة، وحاول بقدر الإمكان تعمل عليها عملية ابتكار. انت مثلا ممكن تكون الفكرة قريبة من عندك وممكن تعملها عملية ابتكار تضيف عليها يعني جزء مهم جدا ليفيد بيها المكان. الحاجة التانية اللي هو فكر واعمل معنى، اللي انت بتختار فريق عمل متميز علشان يكون الفكر واحد وفي نفس الوقت بيسهل عليك فرصة ان انت تتحرك يعني بحرية اكتر او بحرفية اكتر بمعنى صح. والاهم من كده الاستمتاع من اجل الحياة، انت لما يعني العمل التطوعي او الرائد المجتمعي قبل ما يفكر ان هو في المشروع بتاعه، اهم حاجة طبعا بتكون انت مش مجرد انت تحصل على جايزة، يعني العملية مش عملية جايزة، العملية ان هو اللي انت قد ايه هتوصل سعادة لمجتمع محروم منها، يعني قد ايه السعاده. لو انت مثلا فرحان بالشهاده دي مثلا، لو قلنا مثلا درجتها 10 لازم تعمل اديها 100 مره اضعاف السعاده اللي انت هتحصل عليها. دي التفكير اللي بيفكر فيه اليابانيين في تقديم بعض من الانشطه. المساعدات، يمكن في حاجه برضو مثال كده سريع احب يعني اتكلم فيه، ان بالنسبه للكورونا الحكومه اليابانيه اعتمدت اعتماد كلي على المجتمعات المحليه او السلوك الشخصي في الوقايه، ان هم يعني في اول اسبوع دايما في دي حاجه قانون ثابت كده في اليابان بيقول ان في اول اسبوع لازم يكون في الشخص هو نفسه هو اللي يعمل كل حاجه بنفسه، يعني هو اللي يحمي نفسه بنفسه في اول اسبوع. ليه؟ في بعض الاماكن بيبقى صعب ان هو في الكارثه مثلا صعب ان الحكومه توصل له، فلازم يكون في جوه كل مجتمع كل حي بيكون في مجموعه او مشروع مثلا زي مشروع التطوعي اللي هو للوقايه للحفاظ لتوصيل المعلومه، فدي من ضمن برضو المشاريع الموجوده في المجتمع الياباني. الحاجه الثانيه المساعده المتبادله، ان انت بعد ما تخلص اول اسبوع تبتدي بعد كده تتاكد ان انت عندك قابلين انت ممكن تساعد جيرانك، وبعد كده بتدور على المساعدات اللي بتيجي من الحكومه. ده الشكل اللي بيحصل في التطوع الياباني. الصوره احنا شايفينها قدامنا دي عبارة عن أكبر تطوع يعني عمل تطوعي ياباني من اليابانيين كلهم، اللي هم جمعوا 80,000 طن من الهواتف القديمة اللي مش بيستعملوها علشان يعملوا بها ميداليات أولمبيات طوكيو الحالية. الأولمبيات طبعا تأجلت السنة دي، لكن الميداليات اللي اتعملت الأولمبيات السنة دي كلها من المتطوعين اليابانيين، جمعوا 80,000 طن. الحاجة الثانية كلمة زي ما مكتوب كده ألف سلامة، عندنا يعني في مصر لما يكون حد بيتعب مثلا بيقول ألف سلامة. اليابانيين بيعملوا إيه بقى؟ بيكونوا مجموعات تطوعيه، بيعملوا ألف يعني شكل من الطائر التقليدي الياباني ده، بيتعمل بورقه كده مع تشكيلات معينه اسمها الاوريجامي. الشكل الواحد بياخد من اقل من 3 دقائق ل 4 دقائق. تخيلوا بيعملوا ألف يعني مجموعه كده 10 و20 بيعملوا الحاجات دي عشان يبعتوها للمستشفى، ان هم بيقولوا ان احنا موجودين معاكم في المحنه بتاعتكم كعمل تطوعي. من ضمن الأنشطة أو الأهم أو من ضمن الحاجات الموجودة في المجتمعات اليابانية أو من أشهر الجمعيات المشهورة حاجة اسمها جمعيات السكان أو الأحياء. دي بتعبر في كل حي بيكون في مجموعة، في مجموعة متخصصة مثلا في الإغاثة، مجموعة متخصصة في إدارة الكوارث، مشروع خاص بالمهن الصناعية، مشروع خاص بحياء التراث، مشروع خاص بالمهارات الحياتية، مشروع خاص بالمهارات التعليمية. كل دي موجودة جوه كل حي في قرية مش في المدينة. يعني تخيلوا كل قرية فيها حاجات زي كده، يعني فيها متطوعين كلهم بيعملوا. فأنا يعني من ضمن الحاجات اللي اكتسبتها في اليابان واللي عملتها في الصعيد، عندنا من الصعيد يعني، إن هو إن أنا أركز على المحليات وأركز على القرى لأن فيها عناصر يعني ممتازة جدا جدا في التعاون أكتر من المدن. التنمية المجتمعية يعني مثلا في بيعملوا إيه بقى الجماعات دي؟ مثلا بيستعينوا بالخبراء، بيعملوا جوه القريه زي ما احنا شايفين الصور دي لو يظهر عندكم، يعني ان هو بيعملوا بقى تنميه محليه، بيعملوا في عندهم جامعه مفتوحه بعد المتعاقدين من الشغل بيتجمعوا بيستفيدوا من الخبرات بتاعتهم ويعلموا
طلبه ابتدائي واعدادي بيعملوا ربط المهارات الامهات اللي هم قبل الجواز وبعد الجواز، مثلا القادمين على الجواز بياخدوا خبرات اللي هم متجوزين في حاجات خاصه وهم جدا في عمليه الزراعه، عمليه الزراعه الحديثه وكده، في روابط مثلا احياء التراث والثقافه، الالعاب القديمه، كل الحاجات دي موجوده جوه المجتمعات. الصوره اللي احنا شايفينها دي اللي هي ظاهر عندكم برضو، معلش انا مش سامع اذا كان الحاجات دي ظاهره ولا لا، ان كل دي خريطه اليابان كلها، كل مدينه بيكون ليها طبق يعني اكله خاصه بيهم او محصول يعني خاص بيه. تخيلوا ان الحاجات دي كلها معموله برضو من الجمعيات الخيريه او الجمعيات المتطوعه. للاسف احنا عندنا طبعا في الدول العربيه مش هتلاقي مثلا طبق واحد للبلد كلها معروفه يعني، لكن مش كل قريه ليها الحاجه زي كده. الكوارث اللي بتحصل في اليابان طبعا ده كوارث عديده جدا زي ما احنا شايفين، يعني الكوارث على مدار السنه، وممكن نشوف مثلا الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي ممكن منسوب الميه في التسونامي او الاعصار ممكن يوصل لمترين. المترين طبعا بيخش على الطابق الاولاني او البيت بيتغطى نص الطابق الثاني، تبقى في عمليه دمار شامل. في الحاله دي الحكومه بتعمل ايه؟ بتستعين بالجمعيات الخيريه اللي هي موجوده جوه القرى، ان هي بتكون هي المسؤوله عن الاغاثه، بتكون مسؤوله عن توصيل المعلومات للحكومه عن طريق التوصيلات الالكترونيه او عن طريق بعض من التجهيزات اللي هي عاملينها الحكومه اليابانيه لتفادي هذه المشاكل. اول ما بتحصل الحاجات دي بيبقى في سنتر موجود لتلقي المتطوعين، المتطوعين طبعا بيتوجهوا للسنتر ده. فانا مثلا ممكن تكون ده برضو مشروع من ضمن المشاريع ان انت تعمل سنتر خاص ب اعداد الاغاثه، سنتر لتشبع مثلا او توصل العلاقات مع اماكن الاغاثه. زي ما احنا شايفين برضو في الصور دي الصور الحيه بالنسبه للاغاثه بيكون شكلها كده. المدرسه لو وقفت بيعملوا بياخدوا اماكن تانية، بيعملوا بالكرتون فصل عشان الطلبه يكملوا الدراسه. في حاجه برضو مهمه جدا في المجتمع الياباني ان كل بيت عنده شنطه، شنطه الاغاثه. الشنطه دي لازم تكون موجوده، يعني الشنطه دي موجوده في كل بيت، ما يعني ما حدش بيستعملها خالص يعني نهائي. الحاجات دي بتكون موجود فيها الحاجات بيكون موجود فيها الاغاثه، كل الحاجات الموجوده في عندنا في الصوره. ما اعرفش هل صوتي واضح ولا لا، في رساله جات لي معلش سامعني. اعضاء للمتدربين انه يشخبر على الشاشه، وبالتالي عم طلع على البرزنتيشن. مخيم اعداد الرائد، انا يمكن في حاجه مهمه جدا احب اشاركها اللي هو السيد تسوكيتشي فوجي. ده بعد الحرب العالميه الثانيه راح زار قريه لقاهم يعني في حاله فقر شديده جدا، فاكتشف ان هو بيعملوا بعض من الاشغال اليدويه بالورق، فهو كان فنان تشكيلي، فاقترح عليهم ان هو يدربهم لمده كام يعني نصف عام ازاي يحولوا الاشكال دي الورق ده لبعض من الرسومات زي ما احنا شايفين. ابتدى يصنعوا الشمسيات، وابتدى كمان يصنعوا المراكب اللي احنا شايفينها دي من الورق. فممكن يكون جوه القريه تستضيف تعمل برنامج وتستضيف واحد محترف يعمل تدريب شامل، ونفس المشروع يكون جوه القريه نفسها. قبل ما فكرت ان اعمل المشروع بتاعي اللي هو تم يعني تكريمه، كان في بعض الاسئله. ما هي درجه الاستعداد الذاتيه لمواجهه الازمات او المشروع نفسه؟ ما مقدار الدرايه بحجم يعني المشروع نفسه؟ هل انا ملم بالموضوع نفسه؟ هل انا ملم بالتارجت بتاعي؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن افيدها للمنطقه دي؟ دور كل فرد جوه القريه هيكون ليه دور ولا لا؟ الحاجات اللي انا يعني ممكن، هل في يعني حاجات بديله ممكن استعين بيها؟ الحاجات بقى اللي ممكن افكر فيها في الاخر، ايه المساعدات اللي ممكن احصل عليها من الحكومه؟ لو انا فكرت في الحكومه الاول طبعا هتاخد فتره طويله جدا، لكن لازم يكون في يعني اعداد ذاتي وتحرك ذاتي. التحديات اللي انا اشتغلت عليها، اشتغلت على اكثر من حاجه في القرى الفقيره، اشتغلت على فرص التعليم، اشتغلت على السياحه، اشتغلت على الظاهره الصحيه بالنسبه للسيدات عندهم هشاشه العظام، ما بيعملوش رياضه طبعا بعد سن معين. وبعد كده اشتغلت على بعض فئات ثانيه خاصه بالكشافه، عملت اخاء ما بين الكشافه اليابانيه والكشافه المصريه. ازاي عملت الحاجات دي؟ كونت اكاديميه اسمها اكاديميه اصحاب. لو احنا شفنا المكتوب قدامنا All Share Humanity and Peace مكتوبه دي، لو جمعنا كل اول حرف من كل الجمل دي هتعمل كلمه اصحاب. اصحاب اكاديميه اصحاب للسلام والانسانيه. الهدف او البلان بتاعها او الفكره نفسها كانت ازاي؟ بسيطه جدا. ان هو في تعاون ما بين المدارس اليابانيه والمدارس، الطلبه في المدارس المصريه اللي بيروحوا المدارس، والقرى المعدومه ما عندهمش مدرسه. عملنا الثلاثي التعليمي ده، متعه التعليم، وبدانا ان هو الطلبه اليابانيين بيعلموا الطلبه المصريين
بعض من الحاجات اللي هو ازاي يعملوا كتب مثلا، يعملوا مكتبه في القريه، ازاي يعملوا حاجات ادوات تعليميه، والطالب بتاع المدرسه بيروح يعلم طالب القريه. طب طالب القريه بيستقبل؟ لا، طالب القريه فائدته او دوره ان هو بعد ما يعني يستوعب بعد فتره من الزمن لازم يعلم الطالب الياباني حاجه من القريه بتاعته. فمن هنا اديته احساس للطالب القريه انه عنده اهميه المكان بتاعه الموجود فيه. ده الشكل السيستم نفسه اللي انا اشتغلت عليه، او البلان اللي اشتغلنا عليها في مرحله التكوين، مرحله الابتكار، مرحله الانتاج. دي المجموعه او الرواد المحليين اللي هم شاركوني مشكورين، يعني المعلمين المحليين، الطلبه من اعدادي، من ثانوي واعدادي. عملنا فريق عمل 20 مكون من 20 فرد، واشتغلوا لمده عام، وكان في الخبير الياباني الدكتور اكوتسو اللي موجود في الصوره حضر للمكان وقعد يدربهم ازاي يعمل مشروع، وازاي ينزل في القرى، وازاي يعمل كمان كوادر جوه القريه. دي في اليابان هنا برضو عملنا زي الاكاديميه، فعملنا يعني التقيت ببعض البروفيسورز من الجامعه، وعملنا زي مجلس، وبعدين ابتدينا نعمل زي جايد لاين للمشروع نفسه. بعد كده ابتدينا نعمل اونلاين، نعمل تشكيلات باستخدام التكنولوجيا، وابتدينا ننزل نحاول قدر الامكان ان احنا نعمل اكتر من قريه، لان عندنا دلوقتي ابتدت فيه وبقى عندنا كوادر. احنا دلوقتي 5 سنين شغالين، فابتدت الكوادر بتكتر معانا. اشتغلنا بعد كده في حاجات خاصه بذو القدرات الخاصه. لو انتم شايفين الصوره اللي قدامكم دي، معلش انا كاتب رقم 8، دي كان الطالب الياباني بيعلم الطالب في الصعيد في المنيا ازاي الارقام من 1 ل 10 بالياباني، والطالب المصري او المنيا بيعلمهم من 1 ل 10. فاكتشف الطالب المنيا في القريه، اكتشف ان رقم 8 بالعربي هو شكله نفسه رقم 8 في الياباني. فدي طبعا كانت حاجه ملهمه جدا، ان الطالب في القريه بيحاول بقدر الامكان انه بيستفيد. دي بعض من التغطيات الاعلام، طبعا بيشارك الاعلام معاك في الشغل بتاعك، لانه طبعا طالما حاجه مفيده للمجتمع نفسه بيكون في الاعلام بيكون ليه دور كبير جدا في تسليط الضوء على المشروع بتاعك. دي مشروع تاني اشتغلنا فيه حاجه اسمها الرائد المجتمع الصغير، اللي في الصوره على اليمين ده ابني حمد. ده الصوره دي كانت في تاني اعدادي، وهو ليه مشروع في القريه في الصعيد، بينزل يدرب. اولا بيدرب المعلمين، بيعمل كوادر، وكل يعني معلم بيروح قريه بيدرب كمان المعلمين. الصوره على الشمال دي ده السفير الياباني حضر له مخصوص من القاهره للمنيا 4 ساعات عشان يحضر معاه البرنامج. فطبعا الحاجات دي برضو كون ان الدوله بتهتم بالاطفال وبتهتم بالعمل ده، بيكون طبعا دي روايه في الكنة. ده مشروع عمله ابني حمد حاجه بخصوص كورونا، وده موجود على اليوتيوب، ازاي تعمل، ازاي الاطفال يعملوا الكمامه في البيت بمنديل في مجرد اقل من دقيقه. حاجه اشتغلنا عليها بموضوع حشاشه العظام للسيدات في المسنين في المنيا، وطبعا دي اكتسبتها من المجتمع الياباني. لاحظت ان هم محتاجين حاجه رياضه خفيفه، فهم بيلبسوا اللبس العادي، لبس الجلابيه، ممكن يعملوا رياضه. فعملنا ملعب خاص للالعاب الخاصه بالمسنين وموجود في محافظه المنيا. في بعد كده التطوير، طورنا بعد كده ان احنا نطور مشاريع تعليميه، اللي احنا ممكن نعمل البرنامج ده اسمه الباحث الصغير، وده ممكن نعمله عن طريق بيفول، ونوسع فيه مع الدول سواء اللي فيها المخيمات الخاصه باللاجئين، او المخيمات في الموجود فيها اقل فقرا بالنسبه للمجتمعات الفقيره في القرى، وده ممكن نساعدكم فيه، نتعاون فيه ان شاء الله عن طريق المهندس بشار. ده المشروع الثالث، مشروع غيره برضه مع الجامعات ممكن نستفيد منه، برنامج البيع العالمي، وده بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنشتغل على احياء التراث، بنشتغل على الطاقه البديله، بنشتغل على النفايات، بنشتغل على تنميه المهارات المعلم المتعلم. دي كلها مشاريع برضه مهمه جدا ممكن تستفيد منها، وممكن نعمل فيها تعاون. انا مش سامع دلوقتي، هل انتوا يعني حضرتك مهندس بشار حضرتك سامعني كويس؟ هل سامعيني كويس؟ أنا مش سامع، هل سامعيني كويس يا جماعة؟ دكتور يمكن بحاجة إنه تلغي السكرين شير وترجع من أول وجديد وتحط انكلود كمبيوتر ساوند. يعني حضرتك ما سمعتنيش خالص؟ لا لا سامعين كل شيء، لكن إذا الفيديو الآن عم تعرضه فأنت بحاجة انكلود سيستم أوديو،
لكن لا مش عارف، انا عارض بس من التليفون بتاعي. يعني انا دلوقتي في الصوره اللي احنا شايفين دلوقتي، الصوره اللي قدامكم شايفين كله واضح تمام. في في يعني المفروض يكون في اللي هو كود، الكود اللي انا قلت لكم تحملوه زي اللي هو زبار ده. لو انا حطيت بيظهر عندي شاشه، لو انا حطيت الشاشه على الشاشه بتاعه اللي موجوده عندي دلوقتي، هنشوف دلوقتي قدامنا اهو ظهرت عندي خريطه المنيا كلها موجوده اهي بثلاث 3 اوبشنز. انا عملنا اول كتالوج ياباني لمحافظه المنيا عشان ترويج السياحه. لو انا يعني دوست على الزرار ده بيطلع لي معلومات المنيا كلها بالخريطه باللغه اليابانيه. لو انا دوست على الزرار الثاني اللي في النص ده بيطلع لي كل الصور، صور العمل التطوعي اللي موجود في محافظه المنيا، الانشطه الموجوده اللي اتعملت زي ما انتم شايفين كده اهو، سهل جدا. لو انا دوست على في الزرار الثالث ده بيجيب لي الفيديو، يعني في يوتيوب ممكن تشوف القرى، ممكن تشوف الاعمال اللي عاملينها الاطفال، في كل الحاجات دي موجوده. مجرد بس دي ابلكيشن بنطورها عندنا في الجامعه، جامعه تشيكيو باليابانيه، وده ممكن المشروع ده يعني نشترك فيه برضو مع بيفو وكل الاساتذه الحاضرين، ان هم لو حبوا يطوروا استعمال التكنولوجيا في القرى. كمان في بعض من الحاجات المهمه جدا بالنسبه للقرى الفقيره، بنعمل كمان حاجات خاصه بالطاقه البديله اللي هو السولار انرجي، والحاجات دي ما بتكلفش اقل من 3 دولار، يعني ممكن نعمل كمبيوتر كمان ما تكلفش اقل من 4 دولار. فالحاجات دي كلها من ضمن المشاريع الموجوده في التطوع او الشكل التطوعي اللي احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا بناخد العمل التطوعي الى عمل اكاديمي، يعني بنحاول نعمل دمج ما بين العمل الاكاديمي والعمل التطوعي داخل المجتمعات الفقيره. اعتقد ان انا هل انا كده لسه معايا وقت ولا؟ نعم دكتور، يوجد 5 دقائق. تمام انا هوريكم دلوقتي الفيديو، ومش شرط يكون فيه، يعني شايفين الشاشه ظهر دلوقتي الفيديو؟ نعم ظهر. لا. مش شرط نسمع الصوت بس، هو يعني اوريكم ازاي التجربه الطلبه اليابانيين بيجربوا عمليه ان تشوف الخريطه بتاعت المنيا، واحنا قلنا هنوزع الخريطه دي على كل الشركات السياحيه اللي موجوده في اليابان، بحيث ان السائح الياباني قبل ما يزور مصر يعرف المكان ده. فدي فرصه برضو اللي احنا ممكن نعمل في كل مدينه او في الدول، يعني نعمل لهم حاجه زي كده بحيث ان نعمل رواج للتراث العربي، نعمل رواج للثقافه العربيه، نعمل رواج للمنتجات المحليه بتاع كل قريه، ودي برضو مشاريع مهمه جدا في العمل التطوعي. الفيديو لا يظهر دكتور. لا يظهر؟ لا. ظهر خريطه المنيا. طيب خلاص، انا ممكن ابعت لكم بعد كده عن طريق المهندس بشار، ابعت اللينكات ليكم ان شاء الله، بحيث ان انتم لو انتم محتاجين يعني حاجات اكتر، معلومات اكتر، ممكن ابعت لكم يعني المعلومات الخاصه بالبرامج دي كلها. فانا عايز انهي كلامي في الاخر 5 دقائق، ان هو الحاجه اللي فعلا اللي انا اعتقدت ان هو مهمه جدا بالنسبه للعمل التطوعي او قياده العمل نفسها، يعني كيفيه التاهيل، يعني ايه الادوات اللي انت موجوده معاك، يعني سلاحك، علشان تقدر توصل بيها لهدف محتاج، يعني انت عايز تقدمه. ارجع تاني عمليه التخطيط، التخطيط المسبق طبعا، والعمل الفردي ويعني جماعي، واختيار فريق العمل والعلاقات العامه، يعني العلاقات العامه لو انتم لاحظتوا في كل الحاجات اللي انا عملتها، اللي انا يعني بنيت قاعده كبيره جدا من المحليين، الناس المحليين، وما بين مديريات التربيه والتعليم، وما بين الجامعات، ونزلت كمان القرى اللي هي او الشركات اللي هي خاصه بالتصنيع، اللي احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل تقنيه للموجودين في القرى، اللي احنا نعلمهم بعض المهارات. وفي بعض من وبعمل حاجه مشروع جديد دلوقتي اسمه ستادي تور، اللي انا مع اكبر شركه سياحيه في اليابان، اللي احنا ناخد بعض من الخبراء اليابانيين يزوروا مصر مثلا لمده 10 ايام، اسبوع سياحه وثلاث ايام يزوروا القرى المعدومه، علشان يعملوا عمليه يعني يعملوا تدريبات معينه، او اذا كانوا يشوفوا ايه الكوارث الموجوده في القريه دي، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نشارك فيها. فانا طبعا هكون سعيد جدا
عن طريق الصرح الراقي بيقول ان احنا ممكن نعمل شراكات للسادة، كتعتبر كمنحة للسادة الكرام اللي هم مشاركين معنا دلوقتي في الندوة او في المخيم عامة، ونستعين برضو بالخبراء العظام اللي هم بدأوا من اول يوم المحاضرين لحد اخر يوم بكرة ان شاء الله، اللي احنا ممكن نتعاون سويا ونعمل زي يعني جمعية جوه البيفو، والجمعية دي ممكن يكون لها منح من أكثر من طريقة. يعني المنح دي طبعا في الجهات اليابانية، سواء إذا كان عن طريق الجايكا اللي هو مكتب الجايكا ده مشهور جدا في المنح اليابانية، بس لازم يكون طبعا مؤسسة قائمة بذاتها، لأنه ما بتعملش مع الأفراد، لازم يكون مشروع قائم يعني ليه أهداف معينة، فدي ممكن يعني إن شاء الله يعني نشتغل فيها مع بعض. انا طبعا بشكركم جدا جدا، وبشكر جميع المحاضرين قبل كده، وبعتذر ان كلامي كان سريع شويه لاني كنت خايف ان يكون الوقت مش سامح، لكن انا طبعا البرزنتيشن بتاعتي كانت عباره عن نموذج حي ازاي تستخدم لو انت بتفكر تعمل عمل او تستعمل المهارات الرائد المجتمعي، ازاي ممكن تستغله في اكثر من اتجاه، وايه المؤسسات اللي ممكن تشتغل معاها، وايه التعاون اللي ممكن توصل ليه بيه لمرحلة أكبر لفكرتك إن شاء الله. أنا طبعاً هكون سعيد جداً جداً إن أنتوا كلكم يكون ليكم مشاريع، وإن شاء الله نشوفكم المخيم السنة الجاية تكونوا أنتوا المدربين، ونستمتع بمحاضراتكم كلكم إن شاء الله. بشكركم ومنتظر لو في أي استفسار أنا تحت أمركم. الله يبارك فيك دكتور حسين، شكراً جزيلاً على المحاضرة القيمة. في أسئلة طبعاً بالتأكيد، ولكن ما راح نأخذها إلا بعد مداخلة المهندس بشار، وهي المداخلة الأخيرة قبل أن نبدأ بعرض الأسئلة، فرجاء أن ابقى معنا لو سمحت.